شهد عدد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الغزارة نتيجة تأثيرات الحالة المدارية في بحر العرب، وشملت الأمطار عددا من ولايات محافظات مسقط وجنوب وشمال الشرقية والوسطى وجنوب وشمال الباطنة. ويشير المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني إلى استمرار تأثر البلاد بالمنخفض المداري في بحر العرب اليوم وغدا. وشهدت ولايات محافظة جنوب الشرقية سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، وسقطت أمطار على ولايات صور والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وولاية جعلان بني بوعلي وولاية الصيرة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة. كما شهدت الولايات الساحلية المطلة على بحر العرب وبحر عمان أمطارا بين الغزيرة والمتوسطة متأثرة بالمنخفض المداري الذي تتأثر به أجواء البلاد مع ارتفاع في مستوى البحر. وهذه لقطات المشاهدين الكرام للأمطار من ولاية صور وولاية مصيرة.